سمعتم قصة الأبطال في حي العنو وفطنتم كيف كان العشق في أعينهم ضوءا يجول. هل سمعتم قصة الأبطال في حي العنو وفطنتم كيف كان العشق في أعينهم ضوءا يجول. هل برير أم سعير كان في أنفسهم يشحذ إحساس وقفوا خلف المصلين سياجا وقفوا خلف المصلين سياجا يتلقون سهام الغدر من باغ حقو. حملوا أرواحهم فوق ينشدون النشوة الأشهى على درب الخلود. لم يهانوا بتفاصيل المنايا كيف تبدو لم يبالوا بتفاصيل المنايا كيف تبدو فلقد كانت أمانيهم تروم الموت في وضع السجود. سجدت أوصالهم لله قربا سجدت أوصالهم لله قربا كي ينامون على بارية المعشوق في أشهى رقود. ركضوا صوب الهوى يوم دعاهم يتبارون على مذبحة الحب بناموس أحداث في تلك الحدود حات الأفكار في معرفة الأحداث في تلك الحدود. زمجروا في وجه عربيد جبال زمجروا في وجه عربيد جبال قنبرا يهرب رعبا من زئير كالرعود. قنبرا يهرب رعبا من زئير كالرعود. في يدي أربعة كانوا شموعا وعلى إصبعها الخامس كانت جذوة الحب تغذيهم صمود. أقاموا لله عهدا أنهم جند حماة لصلاة الجمعة الغراء ظهرا وكذا توفى العهود. بين عبد ومحمد حصرت أسماؤهم هل كان يدري هل كان يدري ذلك الماجي سفاك الدم الباغي الحسود. فعليهم زغرد الجرح انتصارا معلنا بهجته الكبرى بهجته
قصة الأبطال فلتبرم عقودا ولتكن مئذنة المسجد والباب شهود. هل سمعتم قصة الأبطال في حي العنود؟